الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين المبعوث رحمة للعالمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد مشاهدين الأعزاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج بيان للناس مع إشكالية أخرى أو مع هذه الآية الكريمة من سورة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين الإشكالية فين؟ إشكالية في قوله ولن تفعلوا لا يلزم من نفي الفعل حصول العجز أو انتفاء القدرة أنا بقول لك مثلاً أنت مش هتقدر تعمل الشيء الفلاني، أما أقول لك مش هتقدر غير لما أقول لك لن تفعل هذا. لما أقول لك لن تفعل جايز إنك قادر بس مش هتعمل كده. جايز إنك قادر تعمل كده بس مش هتعمل. الآية بتقول ولن تفعلوا ما قالش ولن تقدروا. فكيف يتحقق التحدي؟ هنا بقى. كيف يتحقق التحدي مع نفي الفعل وعدم نفي القدرة، يعني أنتم قادرين تعملوا كده، أنتم قادرون أنتم قادرون أن تفعلوا هذا، ولكن لن تفعلوا. التحدي مش بعدم القدرة، التحدي بعدم الفعل، لذلك بقى الحتة دي بالذات أوهمت بعض العلماء الذين قالوا القرآن معجز بالصرفة أو بالصرفة. كلمة الصرف أو الصرفة معناها إيه؟ أي ايه أن الله سبحانه وتعالى أعجز الكفار أو من تحداهم ببيان القرآن أو بإعجاز القرآن تحداهم بإيه؟ بأنصر فهما عن القيام بهذا الأمر الذي يقع به التحدي يبقى فين التحدي؟ الإشكالية هنا بقى أنا دلوقتي لما أكلفك بشيء وأقول لك أنت مش هتفعله بمعنى إيه؟ إن أنا أملك أن أمنعك من أن تفعله يبقى فين التحدي ما انت اللي منعتني يعني اذا كان ربنا هو اللي صرفهم والصرف او الصرف ماخوذ ان ربنا صرفهم صرفهم عن ايه عن محاكاه القران يبقى فين التحدي مفيش تحدي يبقى هنا ده, ده, بالعكس ده دليل العجز ودليل الخوف من ان هم ينتصروا دليل الخوف ان هم ينتصروا عشان كده انا ذهبت الى اعتماد القول الثاني من أقوال المفسرين ولو أنهم لم يذكروا الحيثيات التي ترجح هذا القول، لكن أنا هذكر الحيثيات. استنبطت الحيثيات اللي بترجح اعتماد القول الثاني. أنا بقول إيه؟ يقول سبحانه وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، من مثله. الضمير في قوله مثله يعود لإيه القرآن ولا يعود للنبي ده القول اللي أنا اعتمدته أنه يعود لمين لأسبابها أذكرها دلوقتي لحيثياتها أذكرها إنما جمهور المفسرين قالوا من مثلي أي من مثل القرآن فأتوا بسورة من مثل لكن أنا رجحت القول الثاني اللي بيقول الضمير عائد على مين على رسول الله صلى الله عليه وسلم طب ليه؟ اول حيثية لقرب العهد بذكره في النص وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا قرب العهد بذكره على عبدنا محمد فأتوا بسورة من مثله أي من مثل مش معنى إنك تجيب سورة شخصه مش تجيب سورة شخص النبي لا مش مقصود كده من مثل عبدنا يعني معروف عندكم ان عبدنا محمد رجل امي رجل ايه فالمطلوب منكم انكم تروحوا لرجل امي مثل عبدنا تروحوا لرجل امي زي عبد بالضبط يعني امي ما لا, لا يقرا يكتب زي محمد ده المقصود واطلبوا منه ان ياتي بصوره كالتي جاء بها عبدنا يبقى فاتوا بصوره من مثل عبدنا في اميته روحوا جيبوا واحد امي وقولوا له عايزينك تجيب لنا صوره صوره زي اللي جابها محمد وهو رجل امي وانت رجل امي جيب لنا زيه ليه لان التحدي بالقران باعجاز القران لا ياتي على جهه واحده والا يبقى تكرار مالوش لازمه مالوش عازه اما اقول الضمير هنا يعود للقران طب والضمير في قوله في سوره يونس أم يقولون افتراق الفأت بسورة مثله، ما قالش من اللي في البقرة قال من مثله أي من مثل عبدنا، من تفيد الابتداء ابتداء الغاية أو خلاص؟ إنما هنا في سورة يونس قال إيه؟ أم يقولون افتراق الفأت بسورة مثله في سورة هود بعدها أم يقولون افتراق الفأت بعشر سور مثله مفتريات هذه أول حيثية يبقى أول حيثية خدناها منين؟ خدناها من قولهم من مثله يبقى من تفيد ابتداء الغايه من تفيد ابتداء الغايه يعني نروح الواحد امي وقولوا له هات لنا سوره زي اللي جابها محمد يبقى التحدي هنا بشخص النبي صلى الله عليه وسلم من حيث انه امي والتحدي في سوره يونس بان ياتوا بسوره مثل مثل سوره القران واللي في في هود ان ياتوا بعشر سور مفتريات واللي في سورة فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين يبقى التحدي لا يمكن أن يكون على جهة واحدة إن كله يرجع للقرآن كله يرجع للقرآن كله لا يبقى مرة يتحداهم بالقرآن ومرة يتحداهم في شخص المبلغ عن الله في القرآن إن كنتم في ريب أي في شك مما نزلنا على عبدنا أي محمد فأتوا بسورة من مثله أي من مثل عبدنا روح الواحد أمي يقولوا لها سورة هات لنا ايه صورة من مثله وادعوا شهداءكم الآيات الثانية قالوا وادعوا من استطعتم زي اللي في, في سورة الإسراء قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا هنا لما أقول ادعوا شهداءكم غير لما أقول ادعوا من استطعتم لما أقول التحدي لك أقول لك ادعوا من استطعت عشان يعينك على الأمر ده انما لما يكون التحدي في غيرك يبقى مطلوب شهاده واحد يشهد انك رحت لفلان الام دي وطلبت منه دي الحيثيه الثانيه ما قالش ادعوا من استطعتم بل قال ادعوا ايه شهداءكم يعني لازم تجيبوا شهود ويقول انكم فعلتم ورحتوا لواحد امي وطلبتوا منه الكلام ده لازم شاهد يشهد عشان نتبين ايه صدقكم او كذبكم يبقى وادعوا وادعوا شهدائكم، الآية الثانية ادعوا من استطعتم، لأن التحدي له في في شخصهم. لما يكون التحدي ليك غير لما يكون التحدي في شخص ثاني أنت مطلوب إنك تروح له. دي الحيثية الثانية، خلاص؟ وادعوا شهدائكم من دون الله إن كنتم صادقين. طيب فإن لم تفعلوا؟ الأمر مش 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 في قولي فإن لم تفعلوا، إنما المشكلة في قوله ولن تفعلوا. يعني أنا متأكد أو أنا على يقين بأنكم مش هتعملوها ليه؟ لأنكم هتفتضحوا لما تروح لواحد أمي وتقولوا لها هات لنا صورة مش هتلاقوا عنده حاجة يبقى فضيحة لكم عشان كده مش هتعملوها عشان كده إيه؟ مش هتعملوها إنما التاني ادعوا من استطعتم عشان يساعدكم ادعوا من استطعتم عشان إيه؟ يساعدكم ويخليكم إيه توفوا بالإيه؟ بهذا الأمر يبقى اذا دي حيثيات كلها بتؤكد ايه ان القران ليس معجزا بالصرف او الصرف مش معجز بان ربنا صرف صرفهم عن تحدي القران والا في انا بقول لك ايه انا بتحداك في هذا الامر وبعدين انا ابعت لك عراقيل وحول بينك وبين الامر يبقى انا انا اللي عاجز بقى وانا اللي خايف انك انت تفوز عشان كده بمنعك لا انا ادي لك القدره انك تعمل بس اتحداك انك تفعل كده اتحداك ليه لان انا عارف انك لو فعلت كده هتفتضح هتفتضح فعشان كده قال ولن تفعلوا ولن ايه هذا وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته